يسجل. بلاحوال يدخل في تفصيلات الموضوع مباشرة ودون مقدمات أمام دهشة الجميع، بما فيهم شيف الوزني ستار جوب باستلام هذه الكرة، التوقيف، المراوغة ثم التسديد على يمين الحارس عسى مليك، لا يملك أن يفعل أي شيء سوى متابعة الكرة عن قرب. الفريق يلعب بالمرتدات، شفنا أنه تمريرة زواري بعدما عمل ترويد أمامه شاف اللعب بالحول يطلب الكرة، حتى في التمرير كانت هناك دقة، وحتى في الترويد للعب كذلك وضع نفسه في أحسن الظروف لكي يسدد في القائم الأول، كانت القوة كانت الدقة، ويضع الكرة داخل شباك الحارس عسلة. إذن بداية قوية جدا من جانب اتحاد بن العباس، طبعا بداية من دون شك.